8 مساء هنا في القاهرة، نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من الفضائيات المصرية ونيل الأخبار. والبداية مع العناوين. على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، شكري يطالب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف شن عملية عسكرية في رفح ومنع التهجير الفلسطينيين من غزة. استشهاد وإصابة العشرات نتيجة تواصل القصف الإسرائيلي على رفح وخان يونس. صحة تصف الوضع داخل مجمع ناصر بالكارثي. لبنان يطالب مجلس الأمن بالضغط على إسرائيل لوقف الاعتداء على أراضيه، وحزب الله يتوعد الاحتلال بدفع ثمن استهداف الجنوب. تحياتي إلى التفاصيل. يشارك وزير الخارجية سامح شكري غدا في جلسة حوارية ضمن مؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا، وذلك تحت عنوان الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط، تحدي وقف التصعيد، حيث يشارك كمتحدث رئيسي في الجلسة. ويشارك شكري في فعاليات الدورة 60 لمؤتمر ميونخ للأمن، والتي تتواصل فعاليتها حتى الأحد المقبل لمناقشة الوضع الدولي الراهن وأبرز التحديات الأمنية والاستراتيجية والأزمات على الساحة الدولية، حيث من المقرر أن يعقد شكري عدد من اللقاءات مع بعض وزراء الخارجية وكبار المسؤولين لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون والتشاور ذات الاهتمام المشترك على هامش الفعاليات. وعلى هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، التقى وزير الخارجية مع عدد من كبار القادة والمسؤولين الدوليين أعضاء مجموعة ذا ألدرز، والتي أسسها الزعيم الراحل نيلسون مانديلا لدعم السلام حول العالم. وقد استعرض شكري خلال اللقاء أبعاد أي عمليات عسكرية لإسرائيل في مدينة رفح وما تكتنفه من عواقب خطيرة، وشدد شكري على أهمية تحرك الأطراف الدولية الفاعلة للضغط على إسرائيل لتجنب العملية العسكرية على رفح والعمل على إنفاذ المساعدات بشكل كامل، وضرورة دعم وكالة أونروا في تقديم خدماتها الحيوية للفلسطينيين وفقا لتكليفها الأممية. كما بحث اللقاء التحركات الرامية لتحقيق التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن غزة. كما التقى وزير الخارجية برئيس حكومة لبنان نجيب ميقاتي، وذلك على هامش مشاركته في الدورة 60 لمؤتمر ميونخ للأمن. وخلال اللقاء أكد شكري أن مصر تؤكد في كافة اتصالاتها مع الأطراف الفاعلة قلقها البالغ من مخاطر اتساع رقعة الصراع الدائر في قطاع غزة بما يهدد استقرار المنطقة بأسرها. وأعرب الوزير شكري عن دعم مصر الكامل لجهود رئيس الحكومة اللبنانية في التعامل مع المرحلة الحالية التي يمر بها لبنان، مع التقدير الكبير لمساعيه التي يبذلها لتقليل تبعات الفراغ الرئاسي على المؤسسات اللبنانية. كما أكد وزير الخارجية حرص القاهرة على استمرار التعاون مع رئيس الوزراء اللبناني لتجاوز هذه المرحلة الصعبة والعمل من أجل منع تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية. وفي الإطار أشار وزير الخارجية إلى ضرورة أن تظهر إرادة لبنانية واضحة لحل أزمة الفراغ الرئاسي، موضحا أن القاهرة لا تدخر جهدا في اتصالاتها على المستوى الثنائي أو عبر تنسيقها مع الدول أعضاء اللجنة الخماسية الخاصة بلبنان من أجل حل حالة أزمة الشغور الرئاسي، مشددا على أن مصر لا تتدخل في طرح أسماء بعينها للرئاسة. ميدانيا، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها المتواصل على أنحاء القطاع، وذلك لليوم 133 على التوالي، مع استمرار نزوح المواطنين من مكان لآخر داخل القطاع بحثا عن الأمان. إلى ذلك استشهد وأصيب العشرة جراء استهداف المنازل في مدينتي رفح وخان يونس بجنوب القطاع، كما استهدفت الغارات منازل في شرق جباليا ومنطقة تل الزعتر بشمالي القطاع بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال منطقة المغراق شمال محافظة
محافظه الوسطى ومحيط الكليه الجامعيه جنوب حي الصبره بمدينه غزه. وقد اعلنت السلطات الصحيه في قطاع غزه استشهاد 112 شخصا واصابه 157 خلال ال 24 ساعه الماضيه، مشيره الى ارتفاع عدد ضحايا القطاع الى 28775 شهيدا و 68552 مصابا منذ بدء العدوان على قطاع غزة، غالبيتهم نساء وأطفال. هذا وقد أعلن جيش الاحتلال أنه اعتقل 20 شخصا من مجمع ناصر الطبي بخان يونس، زعم أنه يشتبه في مشاركتهم في هجمات 7 أكتوبر. إلى ذلك، أعلنت السلطات الصحية في غزة وفاة 5 فلسطينيين لانقطاع الأكسجين نتيجة توقف المولدات الكهربائية بعد اقتحام إسرائيل لمستشفى ناصر، محملة سلطات الاحتلال المسؤولية عن حياة المرضى والطواقم، وناشدت الطواقم والمؤسسات الأممية بالتدخل. من جانبها، أكدت منظمة الصحة العالمية أنها تحاول الوصول لمجمع ناصر الطبي الذي يعد أكبر مستشفى لا يزال يعمل في قطاع غزة، وشددت المنظمة على ضرورة توصيل الوقود للمستشفى لضمان استمرار تقديم الخدمات المنقذة للحياة. تقترب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة من دخول شهرها الخامس دون أن يختلف يومها الأول عن الحالي وربما التالي. جيش الاحتلال يستبيح كل شيء على رقعة لا تتجاوز مساحتها نحو 365 كيلومترا. دوي الصواريخ الفتاكة كل ليلة فوق قطعة أرض ضيقة اسمها قطاع غزة استخدمت سجنا كبيرا، بل تحولت إلى منطقة زلزال لم يبقي ولم يزر. تناثرت أشلاء مدنيين جوعتهم قوات الاحتلال في كل مكان وسدت عنهم منافذ الحياة. وضعنا صعب، وضعنا تحت يا أمر غير شعرين، وين نروح فيه؟ والله ما نعرف وين نروح فيه. بنروح فيه يوم 4 الفار، مش عارفين وين نروح ولا وين نيجي. بنشتغل من مكان لمكان، من مكان لمكان. أصعب شيء عدم الاستقرار في هذه الحياة والحرب. الحياة بتدور عندهم، الأكل بتدور، الحمام بتدور. معي طلوع يطلعوا لنا الساعة 3:30 بالليل، تخيل تطلع 3:30، مش شايف الدنيا أنت لسه. طالع وين؟ على العتمة، مشونا على العتمة. ومن شمال غزة إلى وسطها وجنوبها تستمر عمليات القصف دون توقف الجنوب، وهي الجهة التي أوهمت قوات الاحتلال المواطنين أنها آمنة، فكانت المجزرة تلو الأخرى. قتلت الفارين والمحتمين بالمستشفيات التي يظنون أن لها حرمة، لكن لا حرمة لمكان عند جيش الاحتلال. هنا في غزة لا تتوقف مشاهد الإبادة، والقاتل مجنون لا يكتفي بالقتل بل وينبش القبور الجماعية. غزة ستحتاج إلى خطة مارشال جديدة للتعافي من الحرب، هكذا قالت الأمم المتحدة، مضيفة أن حجم الدمار الناجم يبلغ 20 مليار دولار تقريبا حتى الآن، أي ما يعادل نحو 4 أمثال ما تعرض له القطاع في حرب عام 2014. عشرات آلاف الضحايا بين شهيد وجريح ومفقود، ومن بقي حيا تحولت تفاصيل يومه إلى طوابير للحصول على رغيف خبز أو بعض من الدقيق، منتظرين دورهم للنجاة قبل أن يخطفهم الموت. في الأثناء، كشفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أن أكثر من 70% من البنية التحتية المدنية في قطاع غزة دمرت أو تعرضت لأضرار بالغة بسبب العدوان الإسرائيلي. هذا وقد أوضحت الوكالة أن نحو 392 مدرسة في غزة تعرضت لأضرار متفاوتة، بينهم 141 مدرسة تعرضت لأضرار جسيمة أو دمرت، علما بأن 92% من المباني المدرسية في القطاع تستخدم كملاجئ للفلسطينيين. كما لفتت إلى أن 84% من المرافق الصحية في غزة تأثرت بالهجمات الإسرائيلية.
قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن القصف الجوي الكثيف على رفح الفلسطينية يعقد العمليات الإنسانية الهشة هناك ويعيق جهود الإغاثة. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك احتياج عاملي الإغاثة لتأمين الظروف الإنسانية للأمان وفتح الطرق وضمان قدرة الشاحنات على الحركة ودخول المساعدات، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ستواصل فعل كل ما يمكن لتقديم المساعدة. وأكد دوجاريك أن احتمال تصاعد العدوان على رفح قد يزيد من صعوبة أوضاع المدنيين هناك. قالت حركة حماس إن عناصرها يخوضون معارك شرسة في كل محاور القتال شمال ووسط وجنوب قطاع غزة. وأشار المتحدث باسم كتائب القسام أن الخسائر بين المحتجزين الإسرائيليين كبيرة وأن الباقين منهم على قيد الحياة في ظروف صعبة للغاية، وأضاف أن قوات الاحتلال تتعمد قتل المحتجزين لدى المقاومة في غزة أو إصابتهم. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الوضع في غزة هو تعبير عن المأزق الذي وصلت له العلاقات الدولية والتدمير بها ووصل إلى حد الصدمة. كما حذر في كلماته في مؤتمر ميونخ للأمن من أن أي عمل عسكري في رفح التي يوجد بها 1.5 مليون فلسطيني مشير إلى أنه سيكون مدمرا. أطالب بهدنة إنسانية وإطلاق سراح المحتجزين بغزة بشكل فوري. العاملون في المجال الإنساني بغزة يتعرضون لإطلاق نار مباشر، ولا أجد مبررا للعقوبات الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. آمل في نجاح المحادثات حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة لتجنب أي هجوم على رفح، فأي عملية عسكرية في رفح قد تؤدي إلى مذبحة وسيكون لها عواقب مدمرة وربما تجعل عملية الإغاثة تكاد تنتهي. حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من عواقب شن هجوم إسرائيلي في رفح، معتبرا أنه سيصبح نقطة تحول في الصراع. وعقب مباحثات مع العهد الأردني في قصر الإليزي، أكد الرئيس الفرنسي أن شن هجوم إسرائيلي على رفح لن يؤدي إلا إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، معتبرا أن عدد ضحايا العدوان في غزة غير مقبول. وأكد ماكرون أن الأولوية المطلقة هي لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج الفوري عن المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، مؤكدا أنه ستشارك مصر والأردن، بل يتشارك معهما المخاوف بشأن حدوث نزوح قصري وجماعي لأهل القطاع. أعلنت روسيا أنها دعت قادة حماس والجهاد وفتح وتنظيمات أخرى فلسطينية لمحادثات في موسكو في 29 من فبراير الحالي حول الحرب في غزة. وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي أنه تم دعوة جميع ممثلي الفلسطينيين وجميع القوى السياسية التي لديها ممثلون في مختلف البلدان بما في ذلك سوريا ولبنان، ومن بينهم ممثلون عن حماس. كما وجهت الدعوة لحركة فتح في شخص رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الدولة الفلسطينية استحقاق يفرضه القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأكدت الخارجية الفلسطينية أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يتحدى الإجماع الدولي والأمريكي على استحقاق إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية، ويعلن رفضه لاعتراف الأممي والدولي بها. ورحبت الخارجية الفلسطينية بالمبادرات والجهود الدولية المبذولة لوقف الحرب على الشعب الفلسطيني وحماية المدنيين الفلسطينيين وفتح الأفق السياسي لحل الصراع على أساس إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية. وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال عقب قيامه بعملية إطلاق نار، وذلك في موقف للحافلات. وأوضحت مصادر طبية إسرائيلية أن الحادث أسفر عن مقتل 3 من المستوطنين على الأقل وإصابة 5، وذلك في موقف للحافلات بكريات ملاخي شرق أسدود، موضحا أن من بين المصابين 3 حالتهم خطيرة.
على صعيد المساعدات المقدمة لقطاع غزة يواصل معبر رفح البري فتح أبوابه أمام دخول المساعدات وخروج المصابين الفلسطينيين ورعايا الدول، حيث دخلت عبر معبر رفح البري 80 شاحنة مساعدات إنسانية متنوعة، فتضمن 75 شاحنة مساعدات بالإضافة إلى 5 شاحنات وقود. هذا وأكد مصدر مسؤول في المعبر وصول 40 جريحا و37 مرافقا، بالإضافة إلى وصول 250 من أصحاب إقامات و55 من أصحاب جوازات أجنبية. هذا ويواصل مطار العريش الدولي استقبال المساعدات الإنسانية من الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية والإقليمية تمهيدا لإدخالها للقطاع، حيث استقبل مطار العريش الدولي اليوم 6 طائرات مساعدات إنسانية. وأوضح مصدر المسؤول بالمطار بأنه استقبل طائرتين من الأردن تحملان 20 طن من المواد الغذائية، وطائرة إماراتية تحمل على متنها 37 طن المساعدات، بجانب طائرة من عمان وطائرة من بلجيكا تحمل 51 طن من المواد الغذائية، وطائرة من تركيا. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مدينة العريش مراسل أخبار مصر مباشرة محمد عبد الصبور. محمد، مرحبا بك، لو تطلعنا على أبرز ما تم استقباله اليوم في مطار العريش، وأيضا آخر تحديث لعدد الشاحنات التي دخلت معبر رفح البري. مساء الخير جوهر، مساء الخير شيرين. دائما وابدا معبر رفح الحدودي بالتماس مع قطاع غزه مفتوح امام تدفق حركه المساعدات الانسانيه والغذائيه، علما بان يوم الجمعه هو نصف يعني عمل او نصف يوم. دخل ما يقرب من حوالي 60 شاحنه هو ما دخلت بالفعل، هناك فرق ما بين 80 شاحنه عبرت، وهناك فرق ما بين ما تم استلامه بالفعل من الهلال الاحمر الفلسطيني من جانب الهلال الاحمر المصري. ما دخل بالفعل هو 60 شاحنه، معظم هذه الشاحنات جاءت من التحالف الوطني وجاءت ايضا من المساعدات التركيه، بالاضافه طبعا كما هو المعتاد ادخال 6 شاحنات للوقود من بينهم 4 شاحنات للغاز واثنين للسولار. وهذه الشاحنات في منتهى الأهمية فيما يتعلق تحديدا بالقطاع الصحي داخل قطاع غزة لاستمرار أداء المستشفيات لمهامها الطبية تجاه الجرحى والمصابين وإجراء العمليات الجراحية. أيضا نتحدث عن استقبال المعبر على مدار صباح اليوم لعدد من استقبالهم لمزدوجي الجنسيات الأجنبية وأيضا الجرحى والمصابين ومرافقيهم والذين تم توزيعهم على كافة المستشفيات داخل محافظة شمال سيناء وفقا لحالتهم الصحية ومدى خطورة هذه الحالة أو نقلهم إلى القاهرة إذا كانت الحالات خطيرة أو دقيقة وتحتاج إلى جراحة متخصصة ودقيقة جدا. أيضا خليني أنوه إلى كان هناك خبر تم إثارته على منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية باقتحام بعض النازحين لبوابة معبر رفح من الجانب الفلسطيني، ولكن ما حدث بالضبط هو أن بعض النازحين المقيمين طبعا في مدينة رفح الحدودية من الجانب الفلسطيني تحديدا قاموا بإشعال بعض النيران في محيط المعبر ولكن من الجانب الفلسطيني، وقاموا بالاعتداء على بعض الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ولكن سرعان ما جاءت دوريات تابعة للشرطة الفلسطينية وقاموا بإعادة الأمور إلى نصابها وتسيير الأمور بشكل طبيعي الآن. أيضا خليني أتكلم عن عدد من الزيارات المهمة المرتقبة خلال هذا الأسبوع لعدد من الوفود الأجنبية من بينها فرنسا وبريطانيا. كل هذه الزيارات تأتي في خضم طبعا الاطلاع على المساعدات الإنسانية، وأيضا يعني دائما الجولات بتبدأ بمخزن اللوجستي التابع للهلال الأحمر المصري للاطلاع على حجم المساعدات التي تقدم لقطاع غزة، ثم أيضا معرفة كافة العراقيل والقيود التي يفرضها الجانب الفلسطيني من أجل الضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل ممارسة ضغوط كبيرة على الجانب الإسرائيلي لزيادة وتيرة إدخال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية، وأيضا التنسيق المستمر مع كافة المنافذ والمعابر لإدخال مزيد من المساعدات التي بالطبع لا تكفي أهالي قطاع غزة في ظل تعنت إسرائيلي وفي ظل أيضا يمكن معبر العوجة بالعديد من المشكلات المتعلقة به
عديد من المتظاهرين الإسرائيليين الذين يقفون أمام حركة سير المساعدات الإنسانية والغذائية. أشكرك الزميل محمد عبد الصبور مراسل أخبار مصر، كنت معنا مباشرة من مدينة العريش. طلب لبنان مجلس الأمن بالضغط على إسرائيل لوقف التصعيد واتخاذ كافة التدابير اللازمة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيه وشعبه. جاء ذلك في شكوى تقدم بها لبنان رسميا لمجلس الأمن الدولي حول سلسلة اعتداءات إسرائيلية أول من أمس على أهداف مدنية. وأكدت الخارجية اللبنانية أن نص الشكوى المرفوعة تضمن أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ موجه بناية سكنية في مدينة النبطية جنوب لبنان، مما أدى إلى مقتل 10 أشخاص بينهم نساء وأطفال، مشيرة إلى أن قصفا إسرائيليا متعمدا ومباشرا للمدنيين الآمنين في منازل يعتبر انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب موصوفة يعرض كل من شارك فيها بشكل مباشر وغير مباشر للمسؤولية الدولية. كما شددت على أن القصف يعتبر انتهاكا لسيادة لبنان وسلامة أراضيه ومواطنيه ولقرارات الأمم المتحدة. هذا وقد توعد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بأن تدفع إسرائيل ثمن دماء المدنيين الذين قتلوا يوم الأربعاء جراء غارات إسرائيلية على الجنوب. هدد نصر الله بأن حزبه قادر على استهداف إيلات في جنوب إسرائيل، مؤكدا امتلاكه القدرة الصاروخية الهائلة والدقيقة التي تجعل يد المقاومة اللبنانية تمتد من كريات شمونة إلى إيلات. وأكد نصر الله أن العدوان الإسرائيلي الأربعاء كان متعمدا، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال كان بمقدورها تجنب قتل المدنيين. قالت الخزانة الأمريكية إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على جماعة الحوثي بسبب علاقتها بالهجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر دخلت حيز التنفيذ. في الأثناء قالت هيئة عمليات التجارة البريطانية قالت إنها تلقت تقارير عن واقعة تتعلق بسفينة في البحر الأحمر. وأوضحت هيئة عمليات التجارة البريطانية أن الواقعة حدثت على بعد 72 ميلا بحريا إلى الشمال الغربي من ميناء المخا باليمن. كانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق انطلاق صاروخ باليستي مضاد للسفن من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن إلى خليج عدن. متواصلون معكم من التلفزيون المصري ونتابع. اتهامات غربية تحمل روسيا مسؤولية وفاة المعارض نافالني في السجن، وموسكو تجري تحقيقات لكشف ملابسات الوفاة وتعتبر التصريحات الغربية غير مقبولة. إذن مشاهدينا الكرام، الموعد الآن مع أخبار المال والأعمال مع زميلي الأمير داود. مرحبا بك أمير. شكرا لك محمد. شكرا شيرين. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرتنا الاقتصادية وأبرز وأهم ما نتابع فيها. وزارة الري تقرر إيقاف عمليات الصرف المغطى بالأراضي المنزرعة بالقمح لحين انتهاء موسم الحصاد. قررت وزارة الموارد المائية والري إيقاف تنفيذ جميع عمليات الصرف المغطى بالأراضي المزروعة بمحصول القمح لحين الانتهاء من موسم الحصاد. وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن هذا القرار يأتي بهدف الحفاظ على المحصول من التلف أو الفقد في مناطق التنفيذ، مع حفظ حقوق جميع المقاولين والشركات المنفذة لعمليات الصرف المغطى. كما أكدت الوزارة أن القرار يأتي في ضوء الأهمية الاستراتيجية لمحصول القمح وحرص الدولة على الحفاظ عليه.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الحكومة المصرية تتعامل مع تبعات الأزمات العالمية ببرامج وسياسات وتدابير ذات مرونة وتحوط وتوازن على نحو يسهم في احتواء أكبر قدر ممكن من التأثيرات السلبية، وأشار إلى نجاح مصر خلال السنوات الأخيرة في استعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي. تأكيدات معيط جاءت خلال حوار مفتوح مع طلاب إحدى الجامعات الأهلية، وأكد فيه أن الحكومة تعمل على الاستغلال الأمثل لإمكانيات الاقتصاد المصري ومنح القطاع الخاص دورا أكبر في عملية التنمية من خلال محفزات استثمارية وضريبية وجمركية ترتبط بمستهدفات حقيقية للقطاعات الاستراتيجية، بما ينعكس في تقليل الفاتورة الاستيرادية. ننتقل إلى أسواق المعادن النفيسة، حيث تحركت أسعار الذهب عالميا نحو الارتفاع الطفيف مع زيادة الطلب عليه في أعقاب بيانات تظهر بعض إشارات الركود الاقتصادي الياباني والبريطاني، ليستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2,963 دولارا للأوقية، وبلغ سعر العقود الأمريكية الآجلة للذهب نحو 2,021 دولارا و550 سنتا للأوقية الواحدة. كذلك هبط البلاتين في المعاملات الفورية 0.7% ليسجل 892 دولارا و40 سنتا للأوقية، في حين ارتفعت الفضة 0.1% لتصل إلى 22 دولارا و93 سنتا للأوقية. وننتقل إلى أسواق النفط العالمية، حيث ارتفعت أسعار الخام في التعاملات الأوروبية مع استمرار المخاوف بشأن الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وارتفعت العقود الآجلة لخام مزيج برنت بواقع 77 سنتا أو ما يقدر ب 1% إلى 83 دولارا و63 سنتا للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 1.4% إلى 79 دولارا و12 سنتا للبرميل. وافقت المفوضية الأوروبية على البدء في تنفيذ مشروع بقيمة 6,900 مليون يورو لدعم البنية التحتية للهيدروجين الأخضر داخل الاتحاد الأوروبي، وذلك بموجب قوانين مساعدة للدول الأعضاء على تجاوز الأزمات المؤقتة. وذكرت المفوضية في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الإلكتروني أنه من المتوقع أن يعزز المشروع إمدادات الهيدروجين المتجدد، وبالتالي تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي والمساعدة في تحقيق أهداف الصفقة الأوروبية الخضراء. وأضاف البيان أن المشروع تم إعداده بشكل مشترك من قبل 7 دول أعضاء، كما سيتعاون المشاركون في قابلية التشغيل البيني والمعايير المشتركة لمنع الحواجز وتسهيل تكامل السوق الأوروبية في المستقبل. قال البنك الإفريقي للتنمية إن النمو الاقتصادي في القارة السمراء انخفض إلى 3.2% خلال العام الماضي من 4.1% في عام 2022، لكنه توقع نموا أعلى خلال هذا العام في كل المناطق باستثناء وسط إفريقيا. وأوضح البنك أنه على الرغم من الصدمات التي تعصف بالمنطقة، سجلت 15 دولة إفريقية نموا اقتصاديا بأكثر من 5% خلال العام الماضي بدعم الأداء القوي لقطاع التعدين وفوائد تنويع الاقتصاد. ختام نشرتنا الاقتصادية، وعودة من جديد للزملاء محمد جوهر وشيرين الكشيري واستكمال البانوراما. تفضل. شكرا لك أمير. أعلن الكرملين أن مصلحة السجون الروسية تتحرى للوقوف على جميع ملابسات وفاة المعارض البارز أليكسي نافالني. وأكد الكرملين عدم امتلاكه لمعلومات حول سبب الوفاة، مشددا على أن الاتهامات الغربية بشأن وفاة نافالني غير مقبولة. وذلك في سياق متصل قالت لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية إن التحقيقات جارية لكشف ملابسات وفاة نافالني في السجن، بما ذكر بيان لدائرة السجون الروسية أن نافالني شعر بالتوعك بعد التريض اليومي للسجناء وفقد وعيه، وتوجه الأطباء فورا لإسعافه وحاولوا إنعاشه دون جدوى وقبل أن يعلنوا الوفاة. هذا وقد حذرت بلدية موسكو من تنظيم أي مظاهرات أو تجمعات غير مرخصة، معتبرة أنها تشكل تجاوزا إداريا وتنتهك القانون.
هذا وأثارت وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني في السجن موجة تنديد واسعة في الغرب، حيث حمل عدد من المسؤولين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المسؤولية. وأعرب الرئيس الأمريكي بايدن عن غضبه لوفاة نافالني في السجن، معتبرا أنه صوت قوي من أجل الحقيقة، ومتهما رئيس بوتين بالمسؤولية عن وفاته. ولكن بايدن قال في الوقت ذاته إن واشنطن لا تعرف بالضبط ما حدث. من جانب، أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن الاتحاد الأوروبي يعتبر النظام الروسي المسؤول الوحيد عن الوفاة. واتهم رئيس الفرنسي ماكرون روسيا بإصدار أحكام إعدام على أصحاب الفكر الحر على حد تعبيره، معربا عن غضبه حيال وفاة نافالني في السجن. بدوره شدد وزير الخارجية البريطاني كاميرون على وجوب محاسبة بوتين. في سياق متصل، طلب الأمين العام للأمم المتحدة بإجراء تحقيق كامل وشفاف في الوفاة، معربا عن صدمته. وقع المستشار الألماني أولاف شولتس اتفاقا أمنيا مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في برلين لضمان دعم دائم لأوكرانيا. وقال شولتز إن هذا الاتفاق خطوة تاريخية، مؤكدا أن برلين ستواصل دعم كييف طالما اقتضى الأمر ذلك. ميدانيا، أعلن الجيش الأوكراني الانسحاب من موقع كان يسيطر عليه في جنوب مدينة أفديكفا الواقعة شرق أوكرانيا، حيث تدهور الوضع في الأيام الأخيرة على الجبهة في مواجهة زيادة الهجمات الروسية. وأكد الجيش أن الانسحاب من هذا الموقع المحصن تم بخسائر طفيفة، مشيرا في الوقت ذاته لوقوع معارك ضارية في مدينة أفديكفا، حيث يواصل الجيش الروسي الهجوم في اتجاهات عدة في وقت واحد. بدوره، ذكر مسؤول في الجيش الأوكراني أن معركة أفديكفا تمر بمرحلة حرجة وأكثر صعوبة من معركة بخموت. نظمت إدارة التجنيد والتعبئة بالتعاون مع محافظتي أسيوط والمنوفية مراسم تسليم شهادات الإعفاء الطبي وإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بالمحافظتين، وذلك بعد توقيع إجراءات الكشف الطبي على المستفيدين بأماكن وجودهم بالمحافظات التابعين لها. يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأبناء الوطن من ذوي الهمم. في إطار حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأبناء الوطن من ذوي الهمم، وانطلاقا من المسؤولية الاجتماعية التي تقدمها لتوفير سبل الراحة والتيسير عليهم، نظمت إدارة التجنيد والتعبئة بالتعاون مع محافظتي أسيوط والمنوفية مراسم تسليم شهادات الإعفاء الطبي وإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بالمحافظتين، وذلك بعد توقيع إجراءات الكشف الطبي على المستفيدين بأماكن تواجدهم بالمحافظات التابعين لها. وخلال مراسم تسليمهم شهادات الإعفاء الطبي وإنهاء مواقفهم التجنيدية، ألقى اللواء محمد صبحي مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة كلمة أكد خلالها حرص القوات المسلحة على تقديم كافة التيسيرات الممكنة، وذلك لتسهيل إنهاء إجراءات المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن. إن تلبية مطالبكم واجب علينا، ولهذا نحن معكم اليوم نؤكد على أن القوات المسلحة المصرية من نسيج هذا الوطن حريصة على تقديم كافة التيسيرات لكم، كما أن إدارة التجنيد والتعبئة وتنفيذا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة تقوم بالعديد من المبادرات التي تقدم مزيدا من التيسيرات لأبناء الوطن. كما تضمنت المراسم عددا من الفقرات الفنية لذوي الهمم الذين أعربوا عن عميق شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة لما تقدمه من أوجه الرعاية والاهتمام ورفع الروح المعنوية لتلك الفئة العزيزة من أبناء مصر. الأول عشان كنت أطلع لابني شهادة أو معاقزة ده يطلع شهادة لازم يروح بنفسه منطقة التجنيد. دلوقتي القوات المسلحة مشكورة بصراحة، لا وفرت علينا حاجات كتير. الحمد لله سهلوا لنا كل حاجة، الحمد لله بركة في سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، سهلوا لنا كل حاجة الحمد لله، نحمد ربنا وكل حاجة تمام يعني الحمد لله، ما كنتش متوقعة كده والله.
وإدارة التجنيد، ربنا يبارك فيهم جميعا يا رب، ناس محترمة وناس كويسة كلها الحمد لله. تم عمل هذا الاحتفال الجميل الرائع لتسليم الشهادات الخاصة بالمعافاة من التجنيد بعد المعاناة اللي كانوا بيعانوها أولادنا في السفر إلى القاهرة لتوقيع الكشف الطبي وتسلم الشهادات. هذا إنجاز لذوي الاحتياجات الخاصة في عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. بنشكر القوات المسلحة على التأثيرات اللي قدمتها لذوي الهمم على استلامهم الشهادة وعدم تعبهم في التجنيد وهنا وهنا، وآخر أحلى تأثيرات، وربنا يحفظهم لمصر يا رب تحت قيادة السيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. في التسهيلات اللي القوات المسلحة عملت يعني حاجة حلوة إن شاء الله، إن كل شاب من دولة استلم المعافاة في محافظته، فالحمد لله يسروا لنا الحال على كده، ونشكر القوات المسلحة وعلى رئيسهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا الحفلة بتاعت النهاردة هم فخورين بيها قوي وفرحانين بيها وبيستعدوا لها بقالهم أكتر من شهر، عشان هم فرحانين باللبس بتاع الجيش بتاعنا وفخورين بجيش مصر وفخورين بسيادة الرئيس إن هو دايما بيكرمهم ودايما فاكرهم في كل الاحتفالات بتاعتهم. حضر المراسم محافظ أسيوط والمنوفية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظتين. وفي محمية وادي دجلة بالمعادي نظم ماراثون من مصر إلى غزة الخيري، والذي كانت قد أطلقته وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج تحت عنوان تضامنا مع أهلنا في غزة. هذا الماراثون والذي نظم بالتعاون مع مجلس القبائل والعائلات المصرية جمع مشاركين من مختلف الأعمار، وصل عدد المشاركين نحو 10,000 مشترك للركض من أجل دعم القضية والمساهمة في دعم هذا القطاع في ظل هذه الظروف الراهنة. تتواصل فعاليات التضامن مع الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة في معركتهم مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، لينطلق ماراثون رياضي لمجلس القبائل والعائلات المصرية تحت شعار من أجل غزة بمحمية وادي دجلة بالمعادي بمشاركة عدد من الوزارات والجهات المعنية. جايين النهاردة بننظم سباق من أجل دعم أهل غزة في فلسطين، في سباقين إن شاء الله، في 5 كيلو، في جري 5 كيلو، في جري 1 كيلو. الناس جاية النهاردة تشارك عشان تجري عشان يدعموا ويوصلوا معونة لأهل غزة والدعم لأهلنا وإخواتنا في فلسطين. رسالة موجهة للعالم كله من خلال تواجد مجموعة كبيرة من المصريين والأجانب، ودي رسالة بنوجهها للعالم كله بأننا كلنا بتوجه الدولة المصرية وتوجهنا عموما بالوقوف تضامنا مع أهلينا في غزة ضد هذا العدوان الغاشم وضد الممارسات اللي بتمارس اللي يعني بتسيء لكل الناس. وإحنا الحقيقة تواجدنا النهاردة بيبين مدى تضامننا معاهم، ورسالة موجهة لكل الناس بأننا بنثبت للعالم كله أننا مش واقفين ساكتين قدام ده، وهي رسالة موجهة لكل الناس. المشاركون بالماراثون شددوا على دعم قطاع غزة لعل مشاركتهم تساهم في إيصال صوتهم ومطالبهم العادلة إلى العالم. المشاركة بهالحدث مهم كتير عشان نسمي صوتنا للعالم إن شاء الله، وبنفس الوقت راحة نفسية إلنا، يعني إحنا موت من الغضب، من يعني زي ما قلت ايدينا مربطين مو عارفين شو نعمل، فالحدث مهم ان نشارك فيه. نقف مع بعض ان احنا عندنا كلنا نفس الهدف نفس الجول، ان احنا عايزين نعمل حاجه، نقف مع ناس مش حدش يقدر يقف معاهم ونقدر نعمل اقل حاجه معانا، فان احنا نتجمع كلنا النهارده عشان خاطرهم. تضامنا للناس تعرف قضيه غزه، يبقى في تعارف على قضيه غزه والتعاون مع اهالي غزه، ومن خلال الاحتفاء ومن خلال التواجد الكامل يعني للمصريين الموجودين هنا. تبلغ قيمة جوائز الماراثون 10,000 جنيه للمركز الأول و 7,000 جنيه للمركز الثاني، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 5,000 جنيه. هذا الماراثون يحمل في طياته رسالة لدعم أهالي قطاع غزة والذين يعانون من مأساة وكارثة إنسانية تتطلب التعاون والدعم الدولي، لتؤكد الدولة المصرية بكافة مؤسساتها المجتمعية تضامنها مع الأشقاء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل والذي خلف الآلاف من النازحين دون مأوى. من داخل محمية وادي دجلة بالمعادي، أحمد ممدوح، أني للأخبار.
أعلنت جامعة بنها أسماء الفريق الفائز في مسابقة التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم الهاكثون، حيث شهد الحفل الختامي توزيع الجوائز على الفريق الفائز من بين 20 جامعة حكومية وخاصة، وذلك بهدف تعزيز تكنولوجيا المعلومات وتشجيع المشاركة الإبداعية في مجال تطوير التقنيات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة. على مدار 3 أيام تنافست هذه العقول النابغة من طلاب الجامعات تحت عنوان التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم، يدفعهم شغف التغيير ورغبة عارمة في إحداث فرق حقيقي في حياة المعاقين. توجت جهودهم بمشاريع مبتكرة تميزت بالتنوع والإبداع، وتراوحت بين تطبيقات ذكية وأدوات مساعدة تسهل حياة ذوي الهمم في مختلف المجالات. مشروعنا كان بيهتم بان هو بياخد الاشارات العصبيه اللي بتيجي من مخ الانسان ويبدا يحولها لحركه. الحركه دي احنا بنبدا نعمل مشروع ب 3D برينتر. ال 3D برينتر دي احنا اللي بنحط الديزاين او الشكل او اللون او الشكل حسب المريض ما عايزه. اي امراض عامه متعلقه بمجال الانتباه، البروجكت بتاعنا اصلا هو احنا استوحيناه من فكره المدارس الصينيه، كانت عاملاه حاجه شبه كده السنه اللي فاتت، كانت عامله سمارت سكولز ديفولبد متطوره يعني بالخوز الى حد ما قريبه من الحاجات اللي احنا مستخدمينها. احنا عاملين نظاره بالكفيف ومقرونه بابلكيشن للمرافق. النظاره فيها فيتشرز زي ان هي فيس ريكوجنيشن و اوبجكت ديتكشن، وكمان بتقدر تقرا العمله فيما بعد. المشروع بتاعنا يعني بيتكلم عن الفايتال ساينز اللي هي الحاجات بنقيس دقات القلب، الاكسجين، الضغط، دم، الحاجات دي عن طريق الموبايل ببصمه الوش او ببصمه الصبع. فاحنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نخلي المستشفيات ما بقاش فيه تكلفه كتير انها تدفع في الاجهزه الطبيه، وطبعا حضرتك عارف تكلفه عاليه جدا. تشهد جامعة بنها فعاليات الحفل الختامي لهذا الهاكاثون للعام الثالث تواليا. هو ماراثون ولكن في مجال الحوسبة، ويعكس الحرص على توفير بيئة محفزة للطلاب للابتكار، إضافة إلى ربطهم بمؤسسات يمكن أن تعمل على بلورة الأفكار القابلة للتنفيذ. أبنائنا من طلاب الجامعات قدموا نماذج أولية للعديد من التطبيقات، سواء تطبيقات الموبايل أو استخدام إنترنت الأشياء أو حتى التطبيقات المتعلقة بالرفاهية والجيمز. إحنا بنستهدف أن كل التطبيقات دي نستثمر فيها ونستثمر في مخرجاتها وتتحول لنماذج أعمال مناسبة ثم بعد ذلك لشركات ناشئة. النهاردة إن شاء الله بيطلع لهم النتيجة النهائية، ده تكريم بسيط من الجامعة، وبنعلنهم للسوق الخارجي أن الناس دي تقدر تعمل مشروع تطبيق. مفاجأتنا ليهم النهاردة إن شاء الله في الاحتفال في أكتر من جهة هتمول المشاريع الكسبانة. استهدفت النسخة الثالثة من هاكاثون جامعة بنها إيجاد حلول مبتكرة لذوي الهمم في مجالات الصحة والتعليم والتوظيف والرياضة والترفيه، هذا لدمجهم في المجتمع بشكل أفضل. انتهت المنافسة بين عدد من المبرمجين الشباب في الجامعات المصرية. يحصل الفائزون على جوائز، ولكن بصحبتها يدركون أهمية عملهم المبدع والمكثف في تحقيق حياة أفضل لكل فئة المجتمع، وتتحقق الفائدة للجميع بتبني أفكارهم. محمد جمال، التلفزيون المصري. إلى أخبار الرياضة بعد الفاصل. مع الزميل الأمير داود. شكرا جزيلا لك شريف. شكرا محمد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشاطنا الرياضي وأبرز وأهم ما نتابع فيه. بعد قليل النادي الأهلي ضيفا على بلوزداد الجزائري بالجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا. انتهت مشاهدينا الكرام هذه النشرة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، شكري يطالب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف شن عملية عسكرية في رفح ومنع تهجير الفلسطينيين من غزة. استشهاد وإصابة العشرات نتيجة تواصل القصف الإسرائيلي على رفح وخان يونس، والصحة الفلسطينية تصف الوضع داخل مجمع ناصر بالكارثي.
لبنان يطالب مجلس الأمن بالضغط على إسرائيل لوقف الاعتداء على أراضيه، وحزب الله يتوعد الاحتلال بدفع ثمن استهداف الجنوب. نهاية النشرة، نشكر لحضراتكم حسن الاهتمام والمتابعة. شكرا وإلى اللقاء. إلى اللقاء.